dépasse la période, la température change. Elle devient chaude. C'est quoi ça? Donc, c'est le chenka. Le احتفال عيد الفوانيس مع أصدقائنا المغاربة، وكما نعرف أن عيد الفوانيس هي من أهم أعياد تقليدية بالنسبة إلى شعب الصين. فاليوم نحن نجتمع مع أصدقائنا المغاربة لاحتفال بحلول هذا العيد، ونستمتع بالفرح والمرح هنا. كما نعرف أن الثقافة هي جسر لتقريب قلوب الشعوب، فالمركز الثقافي الصيني برباط سيلعب دورها في المستقبل لتنظيم الأنشطة الثقافية والسياحية باستمرار، ونحن نرحب أصدقائنا المغارب لمشاركة في أنشطتنا دائما، وأهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا. حسن عماري، رئيس مؤسس للجمعية المغربية للتعاون والصداقة بين الشعوب. أنا جد مسرور اليوم باش نحضر في هذا الحفل الثقافي في المركز الثقافي الصيني بالرباط، ودائما الحمد لله جميع الأنشطة ديال هذا المعهد الثقافي الصيني في الرباط دائما كتزيدنا معلومات وكتزيدنا واحد توسع في الثقافات ديال الصين. واليوم حضرنا على واحد العرض ديال الشاي الصيني بالتقاليد ديالو، بالانواع ديال الشاي اللي كاين. عندهم واحد العدد ديال انواع ديال الشاي، واحد الثقافه خاصه الطريقه ديالهم، وتعرفنا عليهم. كنشكرهم بزاف على هذا المعرض ديال الصور اللي هي جميله، ديال واحد المنطقه اللي سميتها سنتي. صراحة أنا جد سعيدة بحضوري لهذا اللقاء اليوم، كان صراحة جد ماتع وجد مفيد، واستفدنا بزاف الحوايج. شفنا معرض الصور، تعرفنا على الثقافة الصينية، ولو أنها هي يعني ثقافة عريقة جدا وحضارة جد عريقة في التاريخ، يعني تزخر بصراحة بعدة أمور، يعني كانت جد رائعة وجد أنها جميلة أننا نشوفوا بحال هذه الأمور هذه. ومزيان أن المغرب تكون عنده شراكات ثقافية وشراكات سياسية مع عدة دول اللي غادي نقدروا حنا أننا نستافدوا منها، خصوصا وأننا طلبة يعني غادي نقدروا نمشوا لذيك الدول أننا نستافدوا منها، نقراوا تما، تكون عندنا كفاءات في بعض الدول اللي منها الصين. وصراحة كان لقاء جد جميل وماتع واستفدت منه الكثير، وبغينا يتكرر دائما. وشيء جميل صراحة أن الصينيين جاو أنهم احتفلوا بهذا اليوم المميز بالنسبة لهم هنا في المغرب، هذا شيء صراحة جميل جدا، وكان لي عظيم الشرف والفخر أنه تم استدعاء لهذا الحفل. وشكرا لكم. إدريس إدريس، رئيس ملتقى الرباط لإحياء الموروث الثقافي والفني. ففي إطار التنسيق مع المركز الثقافي الصيني، نحن ملتقى الرباط لإحياء الموروث الثقافي والفني اللي تشتغلوا مع المركز تقريبا منذ 2021، عندنا اتفاقية شراكة مع المركز الثقافي. ساهمنا في مجموعة ديال الأنشطة تم تنظيم المشترك، كما كان أن الملتقى كان عنده مداخلة في الصين الشعبية حول الحفاظ على الموروث اللامادي، كانت عندنا جوج مداخلات. لكن ما كنشوفوا اليوم إحياء للسنة الجديدة الصينية، فكان تبادل الكلمات. كما قلت أن الملتقى الرباط لإحياء الموروث الثقافي الفني كان شارك في بيكان في الدورة الأولى الدولية للحفاظ على الموروث اللامادي، واستمر التعاون مع المركز الثقافي الصيني. فاليوم كنشوفوا أن تم استدعاء ديال الدعوة ديالنا للحضور هذا الحفل ديال الصين الجديدة. فاللي ممكن نقول هو أن الملاحظة اللي لاحظت هو أن الاعتناء بالتراث عند الصينيين كياخذوا بواحد الشكل كبير جدا. فإلى لاحظتوا أن الثقافة الصينية كتنبني ديما على التراث ديالها، فبحكم أن العلاقة ديال هذه البلاد في التاريخ. فاحنا التعاون ديالنا مع هذا المركز تيبني على اساس اننا
غنشاركوا في معارض حول الخط العربي المغربي، ثم كذلك إحياء واحد السهرة اللي غتكون إن شاء الله رايحة في القريب العاجل، غتكون فيزيو بين الموسيقى الأمازيغية والموسيقى الصينية، اللي لقينا كاين واحد التقارب في النغمات اللي كيعزفوا بجوج مع الأنساكيام. كنا مؤخرا في المدينة العتيقة، تمكنت انطلاق السنة الجديدة في شارع القراصنة، وقفوا على المنتوج التقليدي ديالنا في الرباط، فكانت حفل رائع جدا، كنحضر فيه السيد السفير الجمهورية الصين الشعبية. وكما تقول ان التعاون مع هذا المركز، يعني بدينا من 2021 ولقينا ان كاينه جديه في التعامل، كاين جديه في مشاريع مقدمه، كاين الانصات، كاين الاهتمام بالموروث الثقافي الفني اللي حنا كنشتغلوا عليه يعني جميعا ان شاء الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.